نعم، لا يوجد تضخيم في البداية، بل هذا هو صراع الكبار. لما يكون في صراع الكبار الضجيج يكون أكبر والغبار يكون أقوى، والجميع ينظر إلى هذا الصراع باهتمام وبتركيز كبير جدا. ما نراه من سيل من الأخبار، تدفق عالي جدا من العواجل في مختلف القنوات والمواقع، هو أمر حقيقي لا يوجد فيه أي مبالغة يعني، وهو عبارة عن أمر منطقي لما يحدث من أحداث سابقة التي حدثت في جورجيا، أوسيتيا، أبخازيا، وضم جزيرة القرم. وبالتالي نحن نتابع موسم جديد من مواسم الصراع بين روسيا والغرب، ولكن هذا الموسم هو الأكثر سخونة. طيب، البعض اعتبر بأن مرحلة ما بعد خطاب بوتين أمس تختلف عما قبلها، لماذا؟ لأن بوتين البارحة كان صريحا ولأول مرة يقدم معلومات لم يقدمها في السابق. مثلا تحدث من جديد عن السبب الرئيسي في انهيار الاتحاد السوفيتي، تحدث عن لقائه مع بيل كلينتون سنة 2000 واقتراحه عليه أن يضم الناتو روسيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض بيل كلينتون ذلك، بل شروعه في توسيع الناتو أكثر سنة 2004 وضمه 7 دول من دول شرق أوروبا. أيضا توجه بخطاب رهيب إلى الشعب الأوكراني، كان خطاب كله تهديدات، وكأنه يؤكد لهم أن لديه حساب كبير سيصفيه مع الشعب الأوكراني. عندما قال بالحرف تتحدثون عن التفكيك، سنريكم كيف يكون تفكيك الوحدة. أيضا تحدث حتى عن المستوى الاقتصادي، قال الناس هناك لا يستطيعون حتى أن يوفروا المال للأكل والشرب، إنهم يبحثون فقط عن كيف يبقون أحياء. تحدث عن مجزرة أو محرقة أوديسا، تحدث عن الملف النووي الأوكراني الذي بدأ يعود من جديد إلى السطح، تحدث عن أشياء كثيرة البارحة في الخطاب. ولذلك وقال كلمة مهمة، قال نحن في النهاية نعلم أنهم سيفرض أن الغرب يعني سيفرض علينا هذه العقوبات، وبالتالي نحن سنمضي في طريقنا وتعودنا على هذه العقوبات. وبالتالي خطاب بوتين البارحة كان خطاب فارق في المرحلة التي نعيشها، أو كان يمكن نقول أنه خطاب فارق فيما يسمى ولادة نظام دولي جديد لن تكون فيه القطبية الأحادية أبرز علامته، بل سيحدث فيه توازن بين أمريكا وبين روسيا والصين من جهة.